ولكن غزل 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 الله يا غزل الله يا غزل غازلت الكاس غازلت الكاس بن منان بن منان بن منان عاد لمكانه عاد لمكانه الى زعبيل الى زعبيل الى زعبيل بالاجواء الماطرة الجو غيم وخابرك تعشق الغيم دايم تقول ان المطر لمة احباب يا بن منانة يا بن منانة غازل الكاس ولكن كيف كيف وغزل وسلام يا زعبيل 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 بن منانة تهانينا لأحمد بن سعيد بن منانة البكر العابر تتعارى من المراكز الاخرى وتنطلق سلام سلام يا فلي فزاع فلي هزاع سلام يا فلي هزاع بالعين سلام يا الامارات وابطالها سلام يا ابطال الامارات سلام وتحيه لابطال الامارات الكاس اماراتيه كاس المحليات عيناويه مع العابر مع العابر اللي عبرت وحققت الكاس تهانينا والناموس للسيد عبد الله من سيف بن غدير من علي العرياني المركز الثاني المركز الثاني الغزيلة المبارك بن يمعة بن مطر بن مايد الخيالي المركز الثالث ذخيرة حمد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاجتماعي تميز الذي يقدمه هنا هنا على أرضية هذا الميدان من سلالة الطاغي من محمية الفقع سلالة شاهينية ودماء شاهينية في في عروق وفي شرايين الطاغي وها هو الطاغي طغى الطاغي على الجميع سلام سلام عليكم يا أهل الوقن واسعد الله صباحكم مع البندقية مع الطاغي للسيد منصور بن رملي بن محمد العامري سلام عليك يا بن رملي على هذا العرض على هذا الأداء الذي قدمه الطاغي المركز الثاني الحر للسيد رايد بن سالم بن بخيت الاجتبي وفي المركز الرابع وداع للسيد رايد بن علي بن كليف الاجتبي مورنينج اسعد الله صباحكم في هذه الاجواء الماطره ومبروك عليكم الرحمه ومبروك عليكم الناموس هنا الانطلاق اللي يقدمها بدون منافس على الاطلاق بدون منافس على الاطلاق مشكور يا بالضبيعه مشكور مشكور يا بالضبيعه تقدم وقدم الشاهين محمد بن سالم بالضبيع الآن على المركز الأول منفردا مغردا بالناموس مستبشرا بالمركز الأول تهانينا والناموس هذه لحظات الوصول وكم أنت سعيدا في انطلاقات هذا اليوم والتوقيت الزمني أما المركز الثاني يصل النجمي مطر بن سلطان بن مطر الاكتبي على المركز الاول ولكن الهايري الهايري يقدم هذا الاسم مشكورة يا برب الراشد بن محمد الهايري وصل على المركز الثاني ولكن راعي بن صغان راعي بن صغان يسير الى الصدارة وصل الهايري وصل الهايري مشكورة مشكورة الذيبة مشكورة مشكورة والذيبة هناك ايضا باداء رائع وجميل ولكن مشكورة على الصدارة مشكورة على المركز الاول لياتي جابر بن راشد بن محمد الهاجري على الصدارة على المركز الأول سلام يا الهايري سلام سلام إلى أرماح سلام سلام أرماح سلام على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني الذيب محمد بن علي بن الحميدي المنصوري المركز الثالث
ولكن شديدة لا زالت، شديدة عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، مسيطرة صامدة صامدة صمود الجبال، وكذلك ريام واصلة لعبد الله بن شطيط بن سالم الوهيبي، ولكن خلاص يا سلام يا سلام سلام يا حالي الوثبة، سلام يا الوثبة، السلام سلام يا طيار الوثبة، مشكور يا مختار يا ابو احمد، يا سلام تهانينا والناموس على هذا الفوز. شديدة عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري تحمل السلام من المرموم الى اهالي الوثبة في هذا التفوق الرائع. المركز الثاني من وصلت فيها ريام لعبد الله بن شطيط بن سالم الذي في المركز الثاني، اما المركز الثالث ام غادر السيف بن علي بن ضحاك الشمسي قادم بكل قوة، بالضحاك قادم يا سلام، ولكن هنا 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 التحديات والإثارة يا سلام، الأمتار الأخيرة الشامي الشامي ومغادر، الشامي ومغادر، مغادر والشامي، الله التحديات جميلة لمن هذا الشوط، شوط الانتاج الشخصي هنا بهذا الأداء الجميل. ها هو مشاهدينا الكرام، الله 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 الله، مغادر مغادر مغادر، انتاج المختبر، تهانينا والناموس على هذا الاداء. السيف بن علي بن ضحاك الشامسي المركز الثاني، ناصي ربيع بن جابر برمية المري، وفي المركز محمد الغفلي مع المركز الاول، تهنئة للمهندس حمد بن بطل الغفلي متابع هذا الشعار، هذا هو على المركز الاول، الغفلي مع المركز الاول، مع الصدارة، مع راهي احد السلالات الغنية عن التعريف، ينطلق بالمركز الاول. السيارة الثالثة ان استمر راهي، سلالة راهي، سلالة راهي، تهنئة خاصة نزفها للمهندس حمد بن بطي الغفلي، تهانينا والناموس على فوز راهي بالمركز الاول وحصوله على السيارة، تهانينا والناموس لعدي بن بطي بن محمد الغفلي المركز الثاني. تندفع بناموس هذا الشوط يا سلام بقيادة اليبهوني، الله الله الله، اللحظات الأخيرة، ولكن قبل مع المركز الثاني لعبد الرحمن بن محمد بن مسفر اليربوعي، واللحظات اللحظات الأخيرة عالية عالية، وقبل قادمة اللحظات الأخيرة، التحديات المثيرة والانطلاقة الرائعة، ولكن عالية عالية وقبل تتسلل في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة اقبلت على الناموس، تهانينا تهانينا لعبد الرحمن بن محمد بن مسهر اليربوعي المركز الثاني، عالية لعلي بن سهيل اليبهوني المركز الثالث، ودي لحمد بن بطيل الغفلي. للناموس للسيارة إن لم يكن راي آخر مع الرياضية، الرياضية 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 غيرت إلى مقدمة الشوط، غادرت للناموس للفوز للانتصار يا سلام. مبارك بن ساري بن علي المنصوري غادر المنصوري باحث عن الانتصار المنصوري بالفعل، سلام الوثبة، سلام سلام عصمة الميادين ميدان الوثبة، السلامات تتجه إلى المنصوري، تهانينا والناموس لمالك الرياضية مبارك بن ساري بن علي المنصوري، اسعد الله صباحك على هذا الفوز. المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الكرام، ثاني المراكز غزلان مبارك بن علي بن حي المزروعي، المركز الثالث المركز الثالث مبشر حمد بن محمد براء الشيق العامري،
الشوط منذ بداية الشوط ما زال يتواصل بهذا المستوى الكبير. بن حليس مع المعلم، المعلم مع الناموس، المعلم مع الفوز، مع الانتصار، مع السيارة في ختامه المرموم. نعم هذا هو المعلم وأداء. يا سلام وسلامي إلى مصانع الجنوب، سلام سلامي عليك يا العفاري، سلام سلامي على بن حليس. هذا المستوى وهذا الأداء الكبير تهانينا والناموس لمالك المعلم حمد بن علي بن حليس العفاري. ثانيا كان هنالك الوصول والانطلاق في هذه اللحظات من جميل علي بن محمد بن قناص بن علي العامري. ثالثا حل السناوي محمد بن حمد بن محمد بن حسنة المري. القادمين من دولة قطر من ميدان الشحانية عنا بهذا الفوز مع انطلاقة وتواجد سيد على المركز الأول ومع المقدمة بانفراد كبير ما بينه وما بين الأسماء، ومع تواجد السيد بانطلاقته بأداية بعرض الجميل الراية وتواجد على المركز الأول ليضيف السيارة إلى إنجازاته الحافلة إلى سجلاته المميزة في هذا العام وفي هذا الموسم الثاني. والتبريكات لك يا بن محميد وليابناء الشحانية محسن محمد مسلم محميد الجربوع على هذا الفوز المستحق المركز الثاني. وصل مشاهدي الكرام فدا محمد ابراهيم ثلاثة الظاهر المركز. هذا الشوط هيلمان حمدان بن عبد الله بن عيد المنصوري، ولكن إثارة، شوف التحديات، إثارة على المركز الأول. سلام يا الغربية، أول الأشواط المفتوحة هنا في هذا التحدي المميز. السيارة سلام إليك يا المنصوري على هذا الأداء المميز. مشكور يا حمود بن محمد بن سالم الوهيبي على أداء إثارة بالمركز الأول. تهانينا والناموس إلى مالك إثارة سلطان بن محمد بن سيف المنصوري. المركز الثاني كان من نصيب. هنا نتابع اللي احتلت المركز. المتحدة أم القادمة مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات والتي غيرت الفاتنة والمتحدة وخط النهاية. يا سلام اشتدت المعركة. إذا هنا الفاتنة فتنت في الأمتار الأخيرة قيادة محمد بن علي الفهيدة المري ينتزع السيارة. إذن سلام يا المملكة، سلام يا المري، سلام المتحدة. إذن أو الفاتنة بالفعل محمد بن علي بن الفهيدة المري ينتزع ناموس هذا الشوط انتزاعا مشرفا. ثاني المراكز المتحدة راشد بن علي بن سعيد البريصي المري، وثالث المراكز أتت وتقدمت أيضا في هذه. ولكن الله ارصد للقدوم في هذه اللحظات هيلمان حمد بن سالم العضيل العامري روح وهال العين مع المركز الاول. سلام هنا حمد بن سالم العضيلي العامري مع شاهين مع هيلمان. هيلمان تهانينا والناموس للعضيلي على فوز هيلمان بناموسي هذا الشوط. وسلام يا العين، سلام تهانينا والناموس للسيد حمد بن سالم العضيلي على فوز هيلمان بالمركز الاول. المركز الثاني مكلف عبد الله بن دحام بن زيد المزروعي، والمركز الثالث شاهين.
القدوم من شاهين محمد بن فيصل بن طالب ألف هيدا المري. واللحظات الأخيرة ولعت 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 ما بين النار اللضا، ولكن الصدارة الصدارة والمقدمة حبشان حبشان يا حبشان حبشان حبشان. سلام سلام يا الكامل، سلام سلام يا هالي الكامل، سلام يا هالي الكامل، سلام يا السلطنة، سلام. أسعد الله صباحك، أسعد الله صباحك يا مالك يا حبشان. تهانينا وناموس حمدان بن سالم بن سعيد بن محمد الزرعي، المركز الثاني حامل رقم 44، المركز الثاني هناك العدملي مسلم بن عبد الله بن مسلم الفهيد الهاجري، المركز الثالث 45. يا سلام الوصول هناك ايضا من غنايم و25. شوف تابع لي هناك طيف حمد بن بطي بن محمد المهندس. يا سلام يا سلام يا سلام، وصل المهندس وصل المهندس، ولكن اهالي يسويحان اهالي يسويحان بن فاضل مع البداية لا زال مع المقدمة بن بطي واصل هنا مع التحدي، ولكن اهالي يسويحان هناك مع البداية المقدمة الناموس هناك المنتظر. يا سلام يا سلام يا سلام 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 يا سويحان، سلام سلام يا سويحان، سلام على هذا التحدي. عسيله مع المركز الاول محمد بن سيب بن فاضل المزروعي، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني الواصله هناك طيف حمد بن بطيب بن محمد القفيل، المركز الثالث. الدوحة الله دوحة الخير دوحة الخير، سلام بني هاجر سلام. اشكرك 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 يا راعي جزلة على هذا الانطلاق الاكثر من رائع والانطلاق الجميل. مبارك بن محمد بن ترحيب بن محمد بن نايفة، خط النهاية المنصة ترحب بجزلة ترحب بهذه البطلة. اذا السيارة اشكرك اشكرك يا بن نايفة على هذا الانطلاق الجميل، وسلام للدوحة سلام. المركز الثاني اللي وصلت فيه وصلت ايضا في معهد الانطلاق الجميل الطايف صقر بن سيب بن محمد بن حمدان المنصوري، ثالث المراك. المركز الثاني هناك المتواجد حتى هذه اللحظات شايم محمد بن يمعى بن عبد الله الاغفلي، ولكن مياس مياس ما زال منذ البدايه وهو المتزعم حتى هذه الجموع المشاركه. مياس حمد بن مصبح بن عبود الاغفلي، ولكن وصل في هذه اللحظات شايم محمد بن يمعى بن عبد الله الاغفلي. شايم او مياس مياس وشايم شايم شايم مياس مياس، واللحظات الاخيره شايم ينتزع السلامات عند الامتار الأخيرة. سلام يا المهندس سلام حمد بن بطي الغفلي، وسلام يا علي بن محمد الوهيبي بيض الله وجهك. هناك مياس من أتى على ثاني المراكز حل على ثاني المراكز، هناك أيضا مياس حمد المصبح بن عبود الغفلي. بن زايد المنصوري تهانينا من أعماقنا وتهانينا بالفعل موصولة للمضمر المتميز في الانطلاقات أحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هنيالك على هذا الحلال وهذا المال الطيب الحساس ينطلق هذه الماركة المميزة وسلالة رياض. تهانينا تهانينا لمحمد المطر بن زايد المنصوري، وسلام عليكم يا أبناء الغربية، سلام للإعصار الغربي 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 الغربية. يا سلام تهانينا لمالك الحساس محمد بن مطر بن زايد المنصوري ومشكور يا الوهيبي. المركز الثاني لحظات الوصول الى خط النهاية في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام ثلاثة اللي وصل واحتل المركز الثاني. بالحب العامري السلام وين يا رعم صيحة السلام وين سلام
سلام يا الهيار سلام، سلام يا العين سلام، دار الخضرة والجمال. إذا مشاهدينا الأعزاء تهانينا والناموس لمالك لفتة عبد الله بن سعيد بن محمد العامري، هذه لحظة الوصول. سلام بالحب سلام، سلام يا العامري سلام، سلام يا الهيار سلام، هذه لحظة الوصول. تخطف الناموس وتخطف السيارة، تهانينا والناموس على هذا الانتصار لبالحب العامري المركز الثاني. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، وصلت المسك عبد الله بن خلف بن فخيد المزروعي او المركز الثاني باللحظات الاخيره 47. مشاهدينا الاعزاء باللحظات الاخيره وصلت العين محمد بن حمد بالدليل بالوعي العامري. بن شريم، بن شريم مع المركز الاول، اراح مع هذا الابداع مع هذا الانطلاق المميز على الصدارة على مقدمة هذا الشوط مع المركز الاول. يا سلام على هذا الابداع، يا سلام على هذا الانطلاق مع المركز الاول مع هذه التحديات الرائعة والجميلة شاهنية. راشد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري خلاص وصل الى الخطوط الاخيرة في هذه اللحظات بهذا المسار المميز ما شاء الله. خلاص الحزام الاخضر، فتهانينا وناموس في هذه اللحظات ايضا لسيد ايضا راشد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري على فوز الشاهنيه ولحظه وصولها الى خط النهايه اللي اخذت المركز الثاني. ايضا هناك ريمه وسعيد بن عبيد بن محمد المزروعي المركز الثالث. خليفة بن كاسب، يلا يا بن كاسب روح يا خليفة بن كاسب، يا بن خليفة يا المسافري يا المسافري، سافر يا المسافري، سافر يا المسافري. المركز الثاني حامل رقم كم المركز الثاني؟ المركز الثاني ايضا متابعي الاعزاء شاهي للسيد مبارك بن سالم بن مسلم المنصوري، ولكن خلاص من حاش انحاش، من حاش سلام سوان سلام، سلام جلفار سلام، سلام عليكم يا هالي المنطقه الشماليه وين ما يسكن السيد كاسب بن خليفه بن كاسب المسافري. يا سلام سلام عليكم، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني ايضا قدوم من قبل متابعي الاعزاء مخلص السيد سعيد بن محمد محمد الكتبي. من الطرف الاخر هذا اللي غير مشاهدينا الاعزاء اللي هو الطليلي حمد بن خويتم بن بخيت العامري، ولكن عاد مرة اخرى شاهين علي بن الصغير بن سالم الوهيبي قادم من السلطنة للمشاركة في هذا المهرجان الرائع. مشكور يا علي، وسلام يا الشرقية سلام، سلام يا السلطنة سلام، سلام يا الابيض سلام. طار مشاهدينا الكرام، طار شاهين وعلي بن الصغير بن سالم الوهيبي يقدم أهلنا خير التقديم في هذا المعترك القوي. تهانينا والناموس. المركز الثاني أيها الأخوة، اللي احتل المركز الثاني حامل رقم 28 الطليلي حمد بن خويتم بن بخيت العام. العامر يتقدم مع وصايف، ما احلى هذا الاسم الجميل، وصايف وصايف على المركز الاول مع ابو سالم مع العامري مع منصور بن سالم العامري ابن زعثر. العامري يتقدم مع وصايف، الله الله، وسلام يا العامري سلام، سلام يا ابن زعثر سلام، سلام مسعد الله صباحك محمد على ظهر منصورة على ظهر وصايف، وبالاخص اين ما يسكن منصور بن سالم بن زعثر العامري على هذا الانجاز الكبير. المركز الثاني وصلتنا على المركز الثاني بهذه اللحظات اللي وصلت على المركز الثاني وصلتنا احتلال لسالم بن رصاص بن سالم العامري المركز الثاني. والدخول مع غند علي بن محمد الخاطري، ولكن نرى الدخول ايضا هناك من جبارة عوض بن ناصر بن حمود المالكي.
ولكن نعود إلى المقدمة وإلى الغزيل، الغزيل لعلي بن راشد بن سعيد الفريص المري، وسلام يا أبو علي، سلام على هذا الأداء الجميل، سلام لبن راية، سلام، والسلام والسلام تتجه أيضا إلى سودة، سلام لأهل سودة، سلام وسلام عليهم على هذا الفوز الصباحي، والسلامات تتجه إلى ميدان الجزيرة هناك مع هذا الفوز، وسلام لي علي بن راشد بن سعيد البريص المري، تهانينا لبن راية على هذا الفوز وسعة الوصول أمام خطنا المركز الثاني، من وصلتنا غند علي بن محمد بن سعيد. يتقدم على المركز الأول، يتقدم على الصدارة، ولكن هناك الخطورة، هناك الخطورة، اللحظات الأخيرة، اللحظات، الله، انطلق بن غالب، انطلق بن غالب، انطلق بن غالب، ولكن شوف التنافس، الكوكب الثنائية، الموقف خطير، الموقف خطير، ولكن إنجاز تتقدم، ولكن العنود تتسلل مع البداية، العنود على الصدارة، أحمد بن خزع بالهركي العامري، سلام يا القطاع الجنوبي، سلام على هذا الفوز وانتصار العنود بالمركز الأول، أحمد بن خزع بالهركي العامري، المركز الثاني الظفر سيب بن غالب السلطان المنصوري. مرفوقه محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، ولكن خلاص شودة على الصدارة، شودة على المقدمة، شودة على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل. سلام سلام يا هالي الجلفار، يا هالي راس الخيمة، سلام يا هالي الرفاعة هناك على هذا الأداء المميز الجميل، تهانينا والناموس على فوز شودة عبد الله بن يمعة بن خميس الغويص السويدي، ولحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني مرفوق محمد بن سلطان بن سعيد الماركي، وهنا الوصول من قبل مياسة راهي بن عبد الله بن علي بن يوسف، وهناك